أستاذة مها تتفضل. أيوة فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أعرف من حضرتك بس إيه حكم الدين في زوج باع شقة الزوجية التمليك وطرد مراته وما بيصرفش لا عليها ولا على بنتها المطلقة؟ تاني حاجة يا فندم، أطلع زكاة المال، أنا مثلا عندي 180,000 جنيه في البنك، هل دول عليهم زكاة ولا صدقة؟ في البنك فيهم ايه؟ 170 دول، 170 دول بعد اذنك، هل هم في شكل شهاده ولا في شكل ايه؟ النص شهادات يا فندم والنص سايل، بس يعني بستعملهم على طول، او يعني بسحب الفلوس اصرف عليا، يعني عليا بحيث ان انا ماليش مورد تاني، انا عايش ومعاشي ضعيف جدا. طب انا هقول لك القاعده اللي تساعدك على مساله الجواب على ده، وخاصة إن أنا شايف حضرتك ممكن يعني ممكن تخليكي معانا. السؤال الأولاني، السؤال الأولاني حضرتك بتقولي إيه حكم الزوج اللي باع شقة الزوجية ورمى أولاده وما بيصرفش؟ كل دي أشكال من أشكال الظلم. بس هو إذا باع شقة الزوجية ولكن وفر شقة ووفر سكن لأولاده تاني، مش لازم سكن الأولاد يكون تمليك، لكن لازم يوفر الزوج لأولاده الأمان. الزوج ليه الأمان؟ لأنه مطلوب شرعا أن يرعاهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فتأمين الأولاد وتأمين الأسرة جزء من مفهوم الرعاية. فإذا لم يفعل هذا الزوج، يبقى كده وقع في الظلم. ظلم يعني إيه؟ يعني خان الأمانة التي أودعها الله سبحانه وتعالى عنده، اللي هو الزوجة والأولاد. نعم، كنت عايز تقولي حاجة أستاذ مها. هو حضرتك هو ما جابش شقة، يعني جاب شقة ليه هو بس، يعني ليه هو بس إيجار وقعد فيها، وزوجته ما ملهاش فوق أي حقوق عندي اللي هو أنا يعني. يعني دلوقتي ما يعني هو راح قعد في الشقة الإيجار وما قالش الأولاد، وما قالش لحضرتك والأولاد تعالوا اقعدوا معايا؟ لا يا فندم. سواء يعني إذا كان هو ما عملش كده فده ظلم والعياذ بالله، لأنه من أعظم الإثم ده، وده كبيرة، إن من أعظم الإثم يعني من أعظم الظلم ومن أعظم المعاصي أن يضيع الرجل من يعول، والسكن ده جزء من الحاجيات الأساسية عند الإنسان. طيب الزوجة موقفها إيه المادي؟ هي أولا ما بيصرفش عليها يا فندم، هو ما بيصرفش عليها أساسا. أول حاجة الزوجة تعمل إيه؟ تدخل وسائط يحاولوا يقنعوه بأنه هو يعوض عن ظلمه ده. ولو حبت إن هي تتفضل هي والزوج عندنا في مركز الإرشاد الزواجي عشان نحاول أن نصلح بينهم، أهلا وسهلا. طب اذا ما كانش ده متوفر، تضغط وتطلب حقها وحق اولادها بكل الوسائل، لان ده حقها. الحاجه الثانيه والمهمه، مع ان دايما بنكرر وبناكد على ان الجواز بيتبني على القيم مش بيتبني على الصراع، فالجواز اصلا بيتبني على القيم وليس على الصراع. المساله الثانيه، الاموال اذا بلغت 85 جرام، ما يساوي 85 جرام ذهب او زياده، وحال عليها الحول، بيبقى واجب عليها الزكاة. إذا كانت الأموال دي في شكل شهادات استثمار وليس هناك شيء غير عائد هذه الشهادات لكي أنفق منه، يبقى خلاص هطلع 10% من الريع. لا، ده في أموال أخرى ممكن أنفق منها، هيبقى على المال كله هيطلع 2.5%، سواء على شهادات الاستثمار أو على المال الموضوع في الحساب الاستثماري أو الحساب الجاري. نعم.